فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أكل لحوم الخيل؟ حلال، لحوم الخيل حلال، لأن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول: أرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وأسماء هي أخت عائشة قريبة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. نعم.